السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم عندنا عرض لشقة غرفة وصالة مساحتها 82 متر مربع في مشروع قصر يابي بمنطقة بليتلي في طرابزون. هذا المشروع الذي يضم 28 بلوك سكني في منطقة جميلة ومرتفعة. من الخدمات الموجودة في المشروع حراسة أمنية، مواقف سيارات مغلقة، جلسات خارجية، وأيضا شلالات ونهر قريب من المشروع، وأيضا موقعها الاستراتيجي الذي يطل على الطبيعة. خلوكم معنا. بروج العقارية، جمال الدار وأمان الاستثمار. وصلنا الآن إلى داخل الشقة. زي ما شايفين عندنا في البداية هنا الانترفون اللي يفتح على الكاميرا الخارجية، وأيضا مباشرة على يدنا اليمين عندنا حمام وبانيو يخدم الشقة هذه. طبعا زي ما شايفين سيراميك ممتاز جدا. المدخل جميل بحيث حاطين فيه دولاب، والمساحة كويسة يعني 2 × 3 تقريبا. عندنا على طول على يدنا اليسار غرفة نوم مساحتها 4×4، الباركيه ممتاز، المنطقة مستخدمينها بشكل كويس. زي ما شايفين السرير موجود، وعندنا هنا قطعة كنبة. نتوجه مباشرة إلى الصالة. الصالة فيها مساحتها كبيرة جدا، 6×6، مكيف موجود، وأيضا مطبخ أمريكي بكامل الأدوات والفرن والثلاجة. مساحتها كويسة زي ما شايفينها حاطين طاولة الطعام، وأيضا عندنا الكومبي اللي هو الغاز لنظام التدفئة والطبخ. أيضا الميزة في هذه الشقة أنه لها حديقة خارجية مساحتها تقريبا 20 متر مربع. نقدر نشوف الحديقة مع بعض. ممكن تطلعوا من خلال الصالة للحديقة هذه، ممكن تحط فيها كرسي للجلسة خارجية، استغلالها بالزرع بطريقة جميلة. هذه الشقة اللي هي عبارة عن غرفة وصالة مساحتها 82 متر مربع. في نهاية هذا الفيديو أحب أشكركم على حسن المتابعة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وضغط زر اللايك. الأسعار والتفاصيل دائما تجدونها أسفل هذا الفيديو في صندوق الوصف. كونوا في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.